بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية الجسي. ها نحن طلابي نلتقي معكم ونطل عليكم في الأسبوع الثاني لمادة اللغة العربية، وفي هذا الأسبوع طلبتي سيكون اللقاء مع السياحة التاريخية والسياحة العلاجية وعمل بحث في اللغة العربية، وسننتقل بعد ذلك إلى الامتحان التشخيصي. طلبتي عندما نتحدث بداية عن السياحة التاريخية، فمن عنوانها ترتبط السياحة التاريخية بثقافات وخبرات الشعوب، ليس ذلك فقط وإنما أيضاً بمهرجاناتها وتقاليدها، كما أنها ترتبط بالمواقع التاريخية وبأنواع الفنون فيها. وضمن مفهوم السياحة التاريخية، فإن من أفضل ما يبقى في ذهن السائح التاريخي والثقافي هو خوض التجارب التاريخية أثناء زيارته في السياحة، وأثناء ذهابه إلى المواقع التاريخية في الأردن أو في أي بلد عربي فيه ما فيه من أماكن للسياحة التاريخية. لذلك هذا الخوض للتجارب السياحية يبقى راسخاً في ذهن السائح، خصوصاً إذا كان يرتبط في المكان الذي يذهب إليه، أي أن هناك تطوير على هذا المكان. وهنا نذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، إذا ما تحدثنا عن السياحة التاريخية بالذهاب إلى مدينة البتراء في الأردن، أنت ستجد العجاب في المدينة الوردية بما فيها من أشياء تاريخية، بما فيها مدلولات تاريخية تدل على تلك المنطقة بما فيها من أيام الأنباط. وأيضاً الأردن لها دور كبير في عملية التطوير على هذا الموقع وإبراز الصورة الحقيقية الصحيحة لهذا الموقع. لذلك نقول عندما يرتبط في ذهن السائح المكان التاريخي، والتي ترتبط بالغالب بزيارة الأماكن التي تتوافق مع هوايات الزائر واهتماماته، ويعد السفر لرؤية المعالم التاريخية والأثرية وزيارة المتاحف من النشاطات المفضلة لدى الزائر أو لدى من يذهب إلى السياحات التاريخية. إذا ما انتقلنا وعدنا قليلاً على سبيل المثال بالسياحة التاريخية في الأردن، في محافظة جرش هناك سياحة تاريخية جميلة، ولا وهي آثار جرش بما فيها من أعمدتها وشارع الأعمدة فيها، القوس النصر لاستقبال الضيوف والسائحين. هناك شيء ثقافي يرتبط بمهرجان جرش، ألا وهو مهرجان جرش السنوي الذي يجتمع فيه العديد من الفنانين العرب بشكل وبأشكال الفن، سواء كان الغناء أو الأدب أو الخطابة أو الشعر أو غير ذلك من المجتمع المحلي. وهنا نتحدث عن دور جلالة الملك بالتركيز على المجتمع المحلي. أيضا طلابي سننتقل للحديث عن السياحة العلاجية، إذ تعد الأردن مقصد للعلاج من الدول المجاورة خاصة ومن جميع أنحاء العالم أيضا، فهي تحتوي على مناطق العلاج الطبيعي على أراضيها، فتوجد فيها الينابيع المعدنية المفيدة للجسم، وتحتوي رمال البحر الميت على فوائد سحرية يحتاجها الجسم، وذلك من خلال وضع الجسم كاملا تحت الرمل دون الوجه، وتحتوي حمامات معين وعفرة على المياه الكبريتية في ينابيعها، والتي تعتبر مفيدة لعضلات الجسم ولعلاج أمراض الجلد وغيرها.
أيضا يوجد في الأردن العديد من المستشفيات المتطورة بالعلاج وعلاج الكثير من الأمراض. بعد ذلك طلابي سيكون لقاء مع عمل بحث، وفي عمل البحث هناك معايير يجب عليك أن تتقيد بها، ويتم تقييمك بناء على هذه المعايير، بالإضافة لأن هذه المعايير ستعرض عليك في الصفحة وهي موجودة على المنصة التعليمية للمدرسة للإطلاع عليها في خطة الوحدة. هذا طلابي مجمل الحديث بحول الله عن موضوع درسنا لهذا الأسبوع. شكراً لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم دوماً بحول الله وقوته. دمتم برعاية الله. طلاب.